أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر. يقول أحدها: هناك من يقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي قبل موته على أن حاطب بن أبي بلتعة قد وقع في الكفر بعمله وينشر ذلك بين الناس، فهل هذا القول صحيح عن الشيخ ابن باز، وما حكم نقله وإشاعته؟ برأ الله الشيخ ابن باز ونزه عن هذا الكلام الخبيث، هذا يكذب على الشيخ ابن باز، ونحن خالطنا الشيخ ابن باز وعملنا معه وجالسناه إلى آخر لحظة وهو على فراش الموت، ولا سمعنا من هذا الكلام، ولا يمكن يصدر هذا من الشيخ ابن باز أبدا، لكن هذا كذاب ودجال. الشيخ توفي وعالم أنه ما هو براد عليه، راح يكذب عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.